بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي، مسترضعا أتم محليمة أربعة الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي، وفي تمام أربعين أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة ثلاث عشرة سنينا تمت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة، ثم السيوف شرعت سبعا وعشرين غزا بالنصرة، وموته في حاد عشر الهجرة، أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، ثم ابنة الحارث ذي جويرية، أم حبيبة ورملة هي، صفية ميمونة والجامعة، من نسل إسماعيل إلا التاسعة، أولاده القاسم عبد الله، الطاهر الطيب زاكي الجاه، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة.